السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل تطبيق 5 زال طاقة الحركة في تصادم لا مرن تماما للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة، طبعة الكتاب اللي عندي 2012-2013. كالعادة بنقرأ المسألة، بنحدد المعطيات، بنحدد المطالب بالرموز المناسبة، بعد ذلك بنختار المعادلة المناسبة. مثل ما دايما بذكر انه انت اثناء الدراسة ساوي لكل فصل دراسي او لكل وحدة دراسية ورقة A4 تحط فيها جميع المعادلات، اسمه رمز. متزلج على الجليد كتلته، يتحرك بسرعة 4 متر لكل ثانية في اتجاه الشمال. M1 هي كتلة المتزلج، V1A هي السرعة الابتدائية للمتزلج كونه ذكر شمالا، حطينا موجب. ويلتقي بمتزلج آخر كتلته، يتحرك بسرعة 12 متر لكل ثانية في الاتجاه المعاكس. M2 هي كتلة المتزلج الثاني، V2A هي السرعة الابتدائية للمتزلج الثاني، وحطينا سالب لأنه عم يتحرك في الاتجاه المعاكس، هذاك شمال إذن هذا جنوبا. ما يتابع يتابع المتزلجان سيريهما معا كجسم واحد دون حركة دورانية. العبارة بتدلك أن هذا المسألة من التصادم لا مرن تماما. الطلب ألف ما السرعة النهائية للمتزلجين، الطلب باء ما النقص الحاصل في طاقة الحركة نتيجة للتصادم. اختار المعادلة المناسبة قبل ما نعوض بالمعادلة، نتأكد من أنه وحدات القياس المعطاة هي وحدات دولية، الكتلة بالكيلو جرام صح، السرعة في المتر لكل ثانية صحيح، يعني متر لكل ثانية. نستخرج منها في فاينل، نحطها أقصى اليسار، وذلك بقسمة الطرفين على الكمية المضروبة بفي فاينل اللي هي هذه. صارت عندنا في فاينل وتساوي، بنعوض بالمقادير الموجودة عنا داخل الآلة الحاسبة، بنحسب. تأكدوا لي حسابي صح أو خطأ، لأن أحيانا بخطأ في الحسابة، يعتمد على النظر. الإشارة الموجبة تعني في الاتجاه الشمال. الطلب ما النقص الحاصل في طاقة الحركة نتيجة للتصادم. عندك التغير في طاقة الحركة يساوي طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية، لا تنسى أنه هذا لجملة الجسمين، لذلك بنحسب طاقة الحركة النهائية لجملة الجسمين، هي طاقة الحركة للجسم الأول وهي طاقة الحركة للجسم الثاني. بنعوض وندخل بالآلة الحاسبة ونحسبها. نحسب طاقة الحركة النهائية لجملة الجسمين، الجسمين صاروا جسم واحد كتلتهم M1 زائد M2 وعم يتحركوا بسرعة V فاينل. نعوض بالقيم الموجودة عندك، بتدخل في الآلة الحاسبة بتحسب وبتعوض بالمعادلة الأولى. 1300 جول هي طاقة الحركة النهائية و 5200 جول هي طاقة الحركة الابتدائية، النقص في الطاقة هو 3900 جول، السالب تعني حدثها نقص في الطاقة. في أمان الله، لا تنسونا من الدعاء، ولا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. فكر لتبدأ.